السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم صاحب السعادة. الحلقة النهاردة موضوعنا من المواضيع المهمة جدا والدقيقة والحساسة. بنتكلم النهاردة عن مرض الثعلبة، لكن خلوني مشاهدينا النهاردة في البداية أتكلم عن نعم ربنا سبحانه وتعالى العظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم ربنا سبحانه وتعالى تتجلى الحقيقة في كل حاجة في حياتنا، في شكلنا، في ملامحنا، في أعضائنا الداخلية اللي الإنسان أصلا ملوش تدخل فيها خالص. أعضائنا الداخلية في الجهاز الدوري، الجهاز البولي، الجهاز التنفسي، الجهاز الحركي. لكن لما نتكلم النهاردة عن شكلك، عن ملامحك، عن جمالك، عن تجلي نعمة ربنا سبحانه وتعالى في هذه الصورة العظيمة وهذا الجمال وهذا التألق اللي صنع ربنا سبحانه وتعالى، صنعه بإيده وخلاك بالشكل الجميل ده. لما نتكلم عن نعم ربنا سبحانه وتعالى ونتكلم عن ملامحك، عن لون بشرتك، عن لون عينيك، عن شكل شعرك اللي أكيد بيتناسب مع ملامحك. لما بنتكلم النهاردة عن الشعر ومرض الثعلبة، عن هذا المرض اليوم نتحدث مع الأسطورة ضيف حلقة النهاردة، أستاذ الدكتور ياسر العزب، أخصائي تدليك علاجي ومدير مركز ريماس وياسمين للتجميل والتدليك العلاجي والعلاج الطبيعي. برحب بحضرتك يا دكتور ياسر. ربنا يخليك يا استاذ مصطفى، والشرف لينا والله ان حضرتك منورنا واحنا بنروح حضرتك النهارده باذن الله. ربنا يخليك. حضرتك بالنسبه لي قيمه يعني علميه كبيره واضافه لبرنامج النهارده صاحب السعاده. خليني بقى النهارده طبعا ارحب بحضرتك ترحاب كبير. ربنا يخليك يا فندم، ده شرف لينا والله. ربنا يخليك. النهارده طبعا معايا ضيف حلقه النهارده المتالقه، العروسه الجميله الطفلة جنى حازم. برحب بيكي، برحب بيكي، أهلا بيكي. طيب ومعنا والدة الطفلة جنى الأستاذة بسمة عبد الحميد حسنين، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، أهلا بيكي، أهلا بيكي، شرفتوني النهاردة ونورتوني. ربنا يخليك يا مصطفى. دكتور ياسر، النهاردة لو بنتكلم عن مرض الثعلبة والجمهور اللي بيشوفنا دلوقتي يعني حتى الاسم مش معتاد، مش معروف، الناس إيه الثعلبة يعني؟ عايز أعرف النهاردة يعني إيه مرض الثعلبة أو عبارة عن إيه؟ الأول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نبدأ كلامنا بالآية القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. نعم. ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يفتح عليك. إنك تتقي الله في المريض أو في أي شيء بتعمله أو في أي عمل بتعمله، فأكيد ربنا بيجازيك عليه. طبعا طبعا. نرجع لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما خلق الله من داء إلا وخلق له دواء. نعم. علمه من علمه وجهله من جهله. نعم. العلم بحر كبير وبحر واسع، وأهم شيء في العلم إنك تتقنه. الله. وانك تكون امين عليه. نعم. الموضوع مش موضوع تجاره ولا موضوع سمسره ولا موضوع فلوس، الموضوع تجاره مع الله. الله، لان هي اولا في الاول وفي الاخر تجاره مع ربنا سبحانه وتعالى، منه واليه. كويس. وكن مع الله يكن الله معك. الله يفتح عليك. نبدا اولا حالتنا بحاله مثلا زي حاله مثلا ولنقول مثلا حاله حيه قدامنا. أيوة. حاله جنى. جنى ديت عانت 6 سنين من الثعلبه. مامتها طبعا موجوده بقى لها كام سنه بالتالي. 6 سنين بتعاني من الثعلبه. لفت كتير وتعبت كتير وصرفت كتير بدون اي فايده. من كلام مامتها وموجوده معانا ست بسمه، تقول ان كانت مثلا شهرين ثلاثه مع اطباء طبعا كلهم على رسمه، بس هو المشكله كلها مش في الدكاتره، المشكله كلها في التشخيص السليم. أيوة. صحيح. ده رقم واحد. رقم اتنين انك تلعب على الحاله النفسيه للمريض، لان العامل النفسي اسباب او سبب نجاح المريض. ده صحيح. صحيح. لان مش كل شيء الطبيب ولا كل شيء المريض. ده صحيح. الاثنين بيكملوا بعض. ده صحيح. فحضرتك لو ما كانش المريض مؤهل نفسيا. أيوة. مش هتجيب بنتيجه. فاهم حاجه التشخيص. تمام. الثعلبه زيها زي اي مرض. وفي حاجه اسمها المرض وفي حاجه اسمها العرض. ايوه. المرض اللي هو بيبقى مزمن معايا ويتمدى معايا على ايام وعلى سنين وعلى شهور واكثر من كده متخيل، وبنسلم نفسنا ليه. اما العرض فاذا عرف السبب بطل العجب. العرض، المرض فرق بينه وبين العرض. كل الامراض عرض. كويس. وليس كل المرض عرض. المرض اللي كان عند جنى كان هو نوع من انواع الثعلبه، يعاني منها الكثير ويعلم من يعلمه ويجهل من يجهله. نعم. فاول شيء لعبنا عليه مع جنى، لعبنا على تقويه العامل النفسي، لان كنت لازم العب عليها على العامل النفسي لان عانت 6 سنين. الحاجه الثانيه لعبنا على تقويه المناعه ببعض اكلات كلمت مامتها عليهم، وطبعا عملنا التحليل اللي هو الاول
اللي هو تحليل انيميا، اتاكدنا الحمد لله ما عندهاش انيميا، ما عندهاش اي شيء. لعبنا على تقويه المناعه والجهاز المناعي. كويس. انا بس عايز، انا اسف بقطعك. لا اتفضل حضرتك. يعني انا كنت عايز اعرف في البدايه واعرف المشاهد دلوقتي، الثعلبه دي عباره عن ايه؟ هل مثلا عباره عن بؤر في الشعر؟ بتختلف من مريض لمريض. ممكن تبقى بؤر في الشعر. تبقى في صوره ايه؟ بتبقى في صوره نقطه كده حواليها شعر داير ما يدور، وهي بيضه فارغه. فارغه تماما. ممكن يبقى الشعر كامل. وممكن لو ممكن تبقى نقطه بسيطه جدا حجمها لا يذكر. مع الاهمال، مع تشخيص غلط، مع اهمال غلط، مع ضعف مناعه، تفضل تتمادى وتكبر لما توصل لحاله الراس كلها تبقى مش موجوده عندها شعر. تمام. لذلك اللي في بعض عندي حالات ما عندهمش حواجب من كتر الثعلبه. ما خدت معاهم بقى ما عادش عندي حواجب. طبعا ملامح بتتغير. طبعا ملامح بتتغير تماما. زائد العامل النفسي بيأثر عليه اكتر. ممكن مثلا يبقى شاب في العشرينات في الثلاثينات، طفله لسه في ريعان شبابها، وتتأمر يعني تحس بتعب وتحس بتأمر من الناس، وتحس ان منتقده في وسط الشباب وفي وسط زمايلها وفي وسط اصدقائها. فدي بتفرق كتير جدا جدا يعني. طيب اكثر الفئات العمريه عرضه لهذا المرض الثعلبه، هل يا ترى الاطفال اكثر عرضه ولا الشباب ولا كبار السن؟ ولو انه طفل مثلا زي جانا معانا النهارده، الحاله اللي حضرتك قدرت بفضل الله سبحانه وتعالى تتغلب على هذا المرض وتعالجها، يعني هل شايف ان الفئه العمريه اللي هم الاطفال اكثر عرضه ولا الشباب ولا الكبار؟ لا، هو اللي قابلني لغايه دلوقتي 50% شباب تحت ال 20 و 50% من سن ال 20 لسن ال 30. بس الحمد لله وبفضل من ربنا علينا في جميع الاعمار سيطرنا عليه وفي شعرنا ببيت. كويس قوي. ومعانا اليوم في فيديو نموذج حي لبعض الشباب. تمام. الحمد لله مختلفه المشاكل. منهم شاب كان راسه محروقه. وعمل عمليه تقريبا ب 65000 جنيه. وما كانش عنده شعر. ربنا كرمني في خلال شهر شعره نبت. في شاب عمره 33 سنه عنده 22 سنه ثعلبه. وبالعلم بابا جانا هو اللي بعته لي على فكره، يعني عشان هو جارها. 22 سنه بيعاني من ثعلبه، ما عندوش حواجب، ما عندوش شعر خالص. ربنا كرمني الحمد لله فضل من ربي عليا، في خلال شهر ونص تقريبا شعره نبت وطلع بفضل رب العالمين علينا برضو. والحمد لله في نماذج تانية وفي حالات تانية. ان شاء الله في اقرب وقت بنجيبهم برضو ونعمل عنهم حلقه مباشره باذن الله. دائما الطبيب المخلص الصالح تؤتي ثمار مجهوداته مع المرضى بتوعه. لكن خليني اسيبك وانتقل سريعا للاستاذه بسمه والده جنى. عايز حضرتك تحكي لي كده سريعا، ابتدى الموضوع ازاي مع جنى وكان شعورك ايه واول اجراء خدتيه؟ حضرتك بتقولي من 6 سنين تقريبا وانت بتعاني من الموضوع ده. بقاله 6 سنين. كان الموضوع في الاول كان يعني بؤر صغيره كده. ما رحنا للدكتور عشان يشخص الحاله. كان عندها كام سنه وانت بتلاحظي ده يعني؟ كان لسه عندها 7 سنين. 7 سنين. تمام. فمعرفش. لكن لفت نظرك شكل البؤر انها مش طبيعيه؟ لا، بدات تزيد. تزيد. ولما رحنا ما شخصهاش يعني. صح. صح. يعني قال لي ده هو اللي شعرها خفيف. ادالي علاج برضو، اخدت علاجه كده واخدته كويس، بس برضو ما فيش. لحد فضل كده لحد ما نزل شعرها كله. وانت بتعاني. طيب تاثير ده بقى عليها بقى لسه هاجي لك دلوقتي واتكلم معاك يا جنى. لما كانت تيجي لك المدرسه مثلا وتاثير كلام زميلاتها في المدرسه كان ده مثلا مظهر مظهر التنمر، كان شعورك ايه وبتعملي ايه يعني؟ لا، كان شعور صعب واحساس صعب جدا. طبعا. والمنظر، وهي كانت متدمره نفسيا كمان. تمام. خالص يعني. اما كانت تروح المدرسه كده تشوف البنات كلهم يعني سايبين شعرهم. وما حدش لابس اللي عامل تحجيب الا هي. ولسه طفله برضو. كان الموضوع صعب جدا في الاول. بعد قد ايه قدرتي تتوصلي للعبقريه العلميه يا دكتور ياسر؟ وقت قد ايه؟ حوالي يعني شهر اتنين، سنه اتنين، بعد المراحل الكتير في العلاج يعني. عدينا حوالي 5 سنين تقريبا. 5 سنين. احنا بقالنا سنه دلوقتي مع الدكتور ياسر. ما شاء الله يعني نتيجه ما شاء الله ما كنتش متوقعه لحد دلوقتي. انا مش مصدقه النتيجه دي بصراحه. خليني بقى اروح لجنى دلوقتي. اولا جنى انت يعني عظيمه وجميله، وعايز اسمع صوتك وتقولي بقى يعني شعورك ايه دلوقتي. سيبك بقى من اللي فات خالص. احنا النهارده انت اجمل عروسه وهتفضلي على طول. شعورك ايه بقى لما دكتور ياسر ابتدى يعمل معاكي كورسات العلاج والمراحل؟ كنت فرحانه؟ كنت فرحانه جدا. لا انا مش سامع، عايز تجيب علي شويه. كنت فرحانه جدا. وكان طبعا. كنت
كانت العيال يعني كانت في المدرسه وفي الدروس كانوا بيزعلوني فبلاقوهم يعني كلهم بيغزوني يعني طبعا ف كنت تبقى زعلانه طبعا انا لو منك هبقى زعلان بصراحه طيب كنت اول بقى نتيجه حصلت وابتدى الشعر يرجع لطبيعته وجمالك اللي هو الحقيقي اللي احنا شايفينه دلوقتي ابتدى يرجع تاني كنت فرحانه؟ كنت فرحانه جدا عملت ايه؟ تغيظ صحباتك بقى زي ما كانوا بيعملوا معاك؟ ما كانوا كنت بشكل معاهم فبيقولوا كل مشاكل معاهم يقولوا بلاش اقول لك كلمه تزعلك الحاجات دي خبر ابيض فالوقت بقى بشكل معاهم عادي ما حدش بيقدر طبعا تاخدي حقك بقى طيب هي دي طبعا دعوه مشاهدينا بنتكلم النهارده مع نموذج جنى اللي كانت مصابه بالثعلبه ونموذج رائع للاطباء المخلصين الصادقين اللي بيتعاملوا مع ربنا سبحانه وتعالى قبل ما بيتعاملوا مع المريض دكتور ياسر العزب. خليني دكتور ياسر اسالك بتقابل المريض ازاي؟ اول يعني اعتبرني انا بالصلعه دي كده داخل عليك تمام بتقابل المريض ازاي وانت حاجه ذكرت في البدايه ان العامل النفسي مهم قوي في او ليه اسهامات في العلاج اولا زي. الحمد لله فضل من ربنا علينا ان بعتبر مكاني مكان المريض كويس بحط نفسي مكانه حلو قوي عشان احس بالامه لان انا ما حسيتش بالام المريض مش هعرف اعالجه لو ما حسيتش بالتعب والمعاناه اللي فيها مش هحس بيها كويس قوي عشان كده بقول لحضرتك ومن يتقي الله انك تتقي الله في المريض جالك طفل صغير اعتبره ابنك جالك كبير في السن اعتبره والدك في سنك اعتبره اخوك او صاحبك كل ما قربت من المريض اكتر كل ما حب المكان كل ما حب المرض كل ما سمع نتيجتك كل ما ياخد منك تمام لان لما زي ما ياخد منك هيدي لك هيديني ايه انه يسمع كلامي هيلتزم بتعليماتي فبالتالي هو مستفيد وانا مستفيد انا مستفيد انك تاجرت مع ربنا الله يفتح عليك ان كنت سبب لانسان طفله زي دي او غيرها لاسعادها يعني وهو في نفس الوقت استفاد اثر على نفسه مسافات واثر على نفسه فلوس تمام وبالتالي كلام حق بيفكرني بان العامل النفسي اكيد بيسهم في تقويه جهاز المناعه 50% انا شايف 100% لكن طب. خليني نتكلم عن جهاز المناعه وما تاثيره على الامراض اللي من هذا النوع بعد ما يطلع هذا التقرير مشاهدين يطلع تقرير ونرجع لكم تاني خليكم معانا مشاهدينا رجعنا لكم بعد هذا التقرير والنهارده معانا دكتور عظيم ومعانا حاله عظيمه والده الطفله جنى. دكتور ياسر العزب النهارده بنتكلم عن جهاز المناعه دوره ايه في الثعلبه يعني؟ جهاز المناعه بنقسمه للدكاتره والغير الدكاتره ان هو العامل الرئيسي في جسم الانسان اللي هو العامل المقوي كويس اللي هو المانع للامراض. طب لما الجهاز اللي عندي المناعه اللي هو يجي له امراض او يجي له فيروس او حاجه تخترقه بقى المكان مسرب خليني بس لحظه استوقف حك معانا اتصال الاستاذه جنى من القاهره اهلا بيك اهلا بيك ازاي حضرتك يا دكتور يا اهلا وسهلا اهلا بيك يا فندم حضرتك يا فندم منور الشاشه انت والدكتور ياسر يا فندم
ربنا يخليك ساعتين يا فندم. اهلا بيكي دكتور ياسر معانا، اتفضلي. يا دكتور ياسر، ممكن حضرتك، انا دلوقتي عندي 23 سنه، تمام؟ تمام طاعت حضرتك، اتفضلي. عندي تساقط شعر بطريقه غريبه جدا، فاخدت ادويه كتير جدا وبستخدم كريمات كتيره ومفيش اي نتيجه. طيب دلوقتي حضرتك العامل النفسي عندك اخباره ايه؟ والله مش كويس خالص يا فندم. رقم واحد تساقط الشعر، اولا عامل النفسي، تمام. ثانيا الانيميا. انيميا حضرتك اخبارها ايه دلوقتي؟ لا الانيميا كويسه، بس هو العامل النفسي بس مش كويس. يبقى انت علاجك في ايدك، نظبط علاجك، ظبطي نفسيتك، ظبطي تساقط شعرك. تمام تمام طيب. تحت امر حضرتك يا فندم في اي وقت. شكرا لاتصالك يا استاذه جنى. طيب دكتور ياسر، النهارده انت بالنسبه لي قيمه علميه كبيره، وخلينا بقى نشوف الجميله جنى بعد هذه الرحله الكبيره من العلاج وشعرها قد ايه بقى جميل. يعني شعورك ايه بقى يا جنى، وتقولي بصوت واضح كده للمشاهدين احساسك ايه بشعرك الجميل ده؟ سامع مبسوطه جدا الاول. انا مش سامع. قولي. الوقت ما رحت للدكتور ياسر بقيت مبسوطه قوي. طبعا انا كمان مبسوط بيك. جلسه ورا جلسه بينبت وبيطلع حلو، وهيبقى كبير جدا وطويل جدا وحاجه عظيمه، تبقى اجمل عروسه في الدنيا كلها. شعور بقى الاستاذه بسمه والده جنى، احساسك ايه بعد ما حصلت بقى الطفره العظيمه والنجاح اللي انا شايفه دلوقتي؟ يعني احساس ما يتوصفش بصراحه. طبعا طبعا. يعني نتيجه هائله جدا، ما كنتش متوقعها لحد دلوقتي، مش مصدق النتيجه دي ولا. فربنا يبارك له الدكتور ياسر ويخليه يا رب. تمام فعلا. ومعانا برضو صور جنى يمكن قبل واثناء وبعد الرحله. دكتور ياسر شعورك انت ايه؟ انا بقول دلوقتي شعوري انا كمريض دلوقتي. جنى بتقول انا فرحانه قوي وسعيده قوي، ومامتها بتقول انا في قمه السعاده. حضرتك كطبيب بقى صاحب هذا الانجاز، شعورك ايه بعد النجاح ده؟ هقول لحضرتك على حاجه، واكيد دي حالات كتير مش جنى بس، انت جايب نموذج. الحمد لله وعندي حالاتهم عارفينها كمان شخصيا من جيرانهم. النجاح مش نجاح، النجاح الحفاظ على النجاح. الله. ان انا انجح أو اي حد ينجح ده سهل جدا، لكنك تحافظ على نجاحك وتستمر عليه هو ده النجاح نفسه. جميل كويس. فان اوصل للمرحله دي واكون سبب اسعادها، فده هو ده هو ده النجاح اللي انا عايزه. الله يفتح. وان احافظ على شعرها انه ما يقعش بعد ما طلع، ما شاء الله ما شاء الله بالجمال ده، طالع كده، هو ده النجاح. كويس قوي. طيب حضرتك قلت لي بقى ان بتقابل المريض بقى بروح عاليه وبمعنى، وتحاول تشتغل على معنوياته علشان تبقى الجهاز المناعي قوي ويشتغل على دوت. هل قابلك حاله ما عندهاش الاستجابه لده، وانت بتحاول تبذل مجهود انك تحاول تشجعه وتقول له انت كويس وهتبقى كويس وهتبقى يعني شعرك كويس وهتشفى من هذا المرض، لقيت استجابه ولا ما لقيتش استجابه؟ والله في استجابه وفي مش استجابه. بس هقول لحضرتك على حاجه، في الاول وفي الاخر العامل النفسي زي ما قلت لحضرتك اساسي. ففي واحد يجي لك مثلا حالته النفسيه متدمره، جاي جاهز متدمر، فهو ما عندوش استعداد انه يكمل علاجه. فده الفرق بين المريض كمل وبعد معاناه وفرقه قليل حس بنتيجه واستمر معاك، وفرق بين مريض جاي بعد معاملاه يقول لك بجمله اللي رحت لهم، ده الكلمه الدارجه اللي بنسمعها، يلا نجرب وخلاص يعني. بالظبط. جلسه اتنين ما يكملش، يبقى الغلط عنده مش عند اي دكتور. تمام. مرض الثعلبه هل هو مرض معدي؟ انا بقول بقى عشان الاولاد اللي في المدارس دلوقتي. لا خالص خالص خالص، بعيدوا عنه. لا 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 لا، مش مرض الثعلبه. بيجي اولا من عامل نفسي، ثانيا بيجي من ضعف مناعه. تمام. لكن لا مرض لا معدي ولا في اي شيء. كويس. ولو معدي كان اكيد جانا، عادت مامتها، عادت اخواتها، عادت اي حد. نصيحه بقى بتوجهها مثلا للي عنده المرض ده، مثلا جانا كنت بتقول لها بعض النصائح، تقول لها مثلا نصائح مثلا غذائيه، تاكل ايه، تشرب ايه، تتحرك ازاي، تعمل ايه، هل تمارس الرياضه، عدد ساعات النوم، وجبات معينه، هل كنت تقول لها ده؟ كل ده كنا بنقول الحمد لله بتعليماتها. طبعا كانت مامتها ما شاء الله محافظه على الحاجات دي كلها، وزي ما قلت لحضرتك في الاول خالص ان مامتها برضو كانت عامل اساسي ان هي ساعدتنا نوصل طبعا للمرحله دي. تمام. لان كانت هي الميزه برضو فيها، انها كانت ملتزمه في الجلسات. ولما جينا اشتغلنا مع جاجنا اقترحت على مامتها نعمل لها حاجه اسمها الكورس المكثف. ايوه. طب انت بقالك 6 سنين، قالت لي اه. طيب استحملي معانا بقى شويه ونضغط. أيوة. مع بعض نعمل كورس مكثف عشان تشوفي نتيجه في اقل وقت. تمام. طب 6 سنين لو قعدنا سنه وشوف نص المرحله ديت برضه تبقى ممله، هيبقى الموضوع تعبان. تمام. طب ما احنا ممكن اللي نعمله في شهرين نعمله في شهر. كويس قوي. ممكن نعمله في 6 شهور نعمله في 3 شهور. المريض وفر فلوس وفي نفس الوقت وفر وقت. كويس قوي. دكتور ياسر خلينا ننتقل للاستاذه بسمه وجنى سريعا بقى. حضرتك كنت بتتعاملي مع جنى بقى في الفتره اللي كانت بتاخد فيها الكورسات وتتعالج ازاي؟
وكانت بتعمل مثلا الهوم ورك بتاعها ازاي وادائها في الدراسه اخباره ايه؟ لا كانت كويسه في الدراسه، كويسه جدا وكانت ملتزمه، كانت يعني حابه ان هي تكمل عشان تشوف النتيجه دي. صح. يعني الاكل بقى بتاكلها ايه؟ بط ووز وحمام والحاجات دي ولا بتاكلها ايه؟ بتاكل اسالها هي بقى. طيب كنت بتاكل ايه بقى؟ يعني دكتور مثلا ياسر كان بيقول لك مثلا في بعض الـ 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 الاكلات اهتم قوي بالفاكهه بالخضار، كنت بتعملي ده بانتظام ولا كنت لا ما بحبش بقى اللبن وما بحبش البط والوز والحاجات دي؟ لا لا كانت تلميذه شاطره بصراحه، تلميذه شاطره. تمام. طيب انت دلوقتي حقيقه يعني انت اسعدتيني جدا، وعايز بقى تنقلي دلوقتي الكاميرا بتاعتك قدامك اهي وتقولي دلوقتي انا جنى نتيجه شغل دكتور ياسر العزب العظيم، دكتور العظيم. ربنا يخليك حبيبي وربنا يخليك. اتكلمي، احساسك ايه بقى؟ احساس كبير جدا يعني. فرحانه؟ فرحانه قوي. لما جلسه كده ورا جلسه كان بيبقى بينبت، كل جلسه بيبقى ببسط اكتر من الاول. كويس قوي. اكتر حاجه اسعدتك اخر جلسه ولا الاول جلسه؟ لا اخر جلسه. ولا اول جلسه كانت الاخيره. طب دكتور ياسر كان دلوقتي باقي كام جلسه تقريبا على ما نخلص الشغل؟ احنا الحمد لله يعتبر شبه خلصنا. تمام. احنا دلوقتي شغالين متابعه بس، متابعة. احنا بنحافظ على النجاح. كويس. احنا دلوقتي بتقول حضرتك من شويه احنا نجحنا، عايزين بقى نحافظ على النجاح. فمتى احنا كنا الاول بنشتغل كل اسبوع، بعدين اشتغلنا كل اسبوعين، دلوقتي بنتابع كل شهر. كويس قوي. بتيجي بنبص بصه لو في مثلا محتاجه بلازما، محتاجه كولاجين، محتاجه اي كورسات كريمات زيوت، بندعمها بالحاجات دي عشان نحافظ ان الشعر ما يقعش تاني. يعني العلاج من خلال هذه الزيوت والبلازما والحاجات ده بفضل ربنا. دي بتتحضر ازاي؟ الحمد لله في عندنا اعشاب وكريمات بالاعشاب الطبيعيه كلها. كويس قوي. كريمات الحمد لله مدعمه بالكولاجين، مدعمه بعسل النحل. ايوه. كلها خامات طبيعيه. تمام. بالنسبه لاي طفل، بالنسبه لاي شاب، بالنسبه لاي سيده، امن وصحي جدا. بعيد عن الكيماويات. ليه؟ طبعا الكيماويات كلنا عارفين ان نفعتك فهي ضرتك، فاللي من الطبيعه بيرجع للطبيعه. تمام تمام. فدي بتبقى في نفس الوقت منها فيتامينات ومقوي عام. طيب دكتور ياسر يعني انا هسالك بس السؤال ده هيبقى بعد الهوا، اقول لك الصلعه العظيمه بتاعتي دي لا حل عندك ولا لا؟ الحمد لله الصلع الوراثي برضو بنعالجه الحمد لله، وعندنا برضو كان في الفيديو نماذج برضو حيه للصلع الوراثي الحمد لله رب العالمين علينا. تمام. بفضل الله اي مشكله في الشعر مهما كانت. أيوة. الحمد لله عندي علاجها. تمام. والدليل على كده الشاب اللي كان جاي دماغه محروقه وشعره طلع. ده كانت من اقوى الحاجات اللي عندي بفضل. تمام. الله. دكتور ياسر العزب الحقيقه يعني انا حديثي معاك انا مش عايزه يخلص، ده شرف لكن طبعا احنا طبعا مرتبطين وملتزمين ب يعني بوقت اعلامي مقرر عشان طبعا البرامج وكده، فخليني في نهايه حلقتنا النهارده اتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام للشخص هيك العظيم. تحت امر حضرتك وشرف ليا يا استاذ دكتور ياسر، بشكرك شكرا جزيلا. الشكر لك يا فندم، ربنا يسعدك. وبتقدم بشكر الجزيل للاستاذه بسمه عبد الحميد حسنين والدة الطفل يا جنى. ربنا يخليك. والشكر الكبير قوي اللي من قلبي قوي ومن قلب كل حد بيشوفنا دلوقتي للعظيمه جنى اللي شرفتني النهارده ونورتني وقدمت نموذج رائع للانسانه العظيمه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا مشاهدينا، النهارده كنا بنتكلم عن مرض الثعلبه، وان شاء الله هيبقى في حلقات كتير قوي عن هذه النوعيه من الموضوعات. القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.